بسم الله وعلى آله وصحبه من والاه. بعد إخوان الكرام نتابع في الرد على الحمايدة لما قال أن الرازي على دين الأخطل النصراني لأنه استدل بهذا استوى بشر العراقي وأن هذا البيت لم يثبت وكذا إلى آخره. نحن تقدمت حلقة في الرد عليه وقلنا لهم أنه أصلا أنتم تحتجون بكتب لا أسانيد لها مثل كتاب السنة عبد الله وأن لأن في سندي رجلين. الآن سنأتيهم بأبيات من الشعر أيضا احتج بها وليست أصلا هي موجودة أو لا يعرف لها قائل أو كذا. لاحظ مثلا هنا لاحظ في شعري لك في بيان تلبيس الجميع لاحظ وفي شعري يقول لك وفي شعري حسان ثابت لأنه تعالى علوا فوق عرش إلهنا وكان مكان الله أعلى وأرفع وكان مكان الله أعلى وأرفع على أساس أنه هو بيقول لابن تيمية أنه لا هذه مكان و الجهة والجسم وكذا هذه مصطلحات كلامية لا نخوض فيها ما خاض فيها السلف كذا إلى آخره. لا أشوف لك مكان الله لذلك هذا أحد الآراء عند ابن تيمية أنه مرة نعم يثبت المكان صراحة ومرة ينفي مرة أو مرة ينقل نفيه مرة يقول المكان هل هو هذا تقصد المكان المخلوق أو غير المخلوق أو موجود ومكان عدمي وما كلام طويل. لكن هون شوف بس أنا أجيب لك أنا ماذا قال هذا محققه هذا أحمد معاذ حقي هذا له بحث محكم أنا رجعت إليه في الدكتوراه في قضية أن معرفة الله فطرية طبعا رددت عليه. لاحظ هون إيش بيقول لك هون هذه منشورة هذا البحث محكم منشور بكتب في أظن في المجلة الأحمدية في الإمارات. طيب لاحظ ايش بيقول لك لم اجد هذا البيت في ديواني حسان. شوف بيقول لك ابن تيمية ما هذا استوى بشر العراقي ليس موجودا في ديوان الاخطل. طيب شوف هون لم يجد هذا البيت ما في ديواني حسان ولم اجد من نسبه اليه اصلا. لاحظ وقد وجدت هذا البيت في ديوان العباس ابن مرداس السلمي. لاحظ انه لاحظ وهذا البيت من القصيده يمدح لها له من قصيدة له يمدح فيها رسول الله. لاحظ أن رأيتك يا خير البراء كله يا خير البراء لاحظ كله نشرت كتابا جاء بالحق معلمة. طيب وفي المصادر التي بين أيدي وكان مكان الله أعلى وأعظم بدل وكان مكان الله أعلى وأرفع. طيب وأورده الذهبي في العلو لاحظ عن طريق الهيثم بن علي بن عدي عفوا وهو إخباري ضعيف. قلت والهيثم بن عدي متروك الحديث متهم بالكذب. لاحظ وبيقول لك هذا عن ابن معين انه ليس بلقاء بل وكذاب. لاحظ ابو داود السجستاني بيقول لك كذاب. لاحظتم ايضا اورده ابن قدامه في العلو أورده ابن قدامة في إثبات العلو. لاحظ وفلان وابن القيم في إثبات الجيوش. لاحظ وهنا إذا ترجع فعلا وابن تيمية أيضا في منهاج السنة لاحظ ومن هذا قوله حسان لاحظ وكان مكان الله أعلى وأعظم وهنا أيضا في أنا طبعا استشهد بأبيات أخرى وكان مكان الله أعلى وأعظم هذه في العلو للعلي الغفار للذهبي. لاحظ هنا وهنا في كتاب العرش أيضا لعلو. لاحظ كلهم يحتجون به. لاحظ وهوني يخرجونه. ولاحظ لكن هون في العلو إلى ساغة قصة طويلة سمعناها في كتاب العلو لشيخ الإسلام ابن قدامة. لاحظ ما بذكر تعقيب عليها. لاحظ وهنا في غاية الأمان يفرد عن نباني هذا للشكر الألوسي. لاحظ أيضا بكل يريدها. لاحظ وهنا في كتاب درء تعارض العقل والنقل كما في شعر حسان خلاص صار ثابت مع أنه ماشي. لاحظ وبيان تلبيس الجامية أيضا. لاحظ هنا هذا في هذا صفات رب العالمين لابن محمد لابن المحب الصامت هذا تلميذ ابن تيمية أيضا ينقلها هنا. لاحظ في هيثم بن عدي لاحظ ترجع بيقول لك هذا لاحظ كذبه ابن معين والبخاري والعجلي وأبو داود هو نفسه هذا الذي سيروي البيت. لاحظ وقال ابن حجر بعد أن ذكر خبرا من طريق هذا من افتراء الهيثم على هشام. لاحظ هم بيقول لك وكان مكان الله أعلى وأعظم. لاحظ هذا يعني هذا البيت الذي سيريده. لاحظ لكن هم في العقد الفريد وكان مكان الله أعلى وأعظم. لاحظ إثبات صفة العلو أيضا لابن قدامة يريده. لاحظ هنا مين كمان لاحظ هذا كتب الأدب هذه لاحظ وهذا بقية تتم كلام ابن الصامت هذا من هون لأن هون صفحة. لاحظ هذا هون الهيثم بن عدي هذه صفحة 2 على 402 وهي هون صفحة 2 على 403. لاحظ وكان مكان الله أعلى وأعظم إلى إسناده ضعيف جداً.
لاحظ ليش؟ لأنه في هذا الهيثم ابن عدي، لاحظ ولاحظ، وهنا أيضا لك أسناده ضعيف جدا، لاحظ كما ترى. طيب هذا بالنسبة لي. طيب هنا لاحظ، قال لك انه هذا التناقض السادس، قال لك قالوا بيت الاخطل استوى بشرون لا يعرف قائله، لكن اقر بعضهم انه الاخطل ان له مناسبه. لاحظ انه لم يثبت انه شعر، هذا شعر. ولاحظه ايضا هنا ابن كثير بيقول لك انه، شوف هنا ابن كثير يعترف انه، لاحظ انه هذا البيت لبشر ابن مروان، عفوا، انه بشر ابن مروان هو اللي هو أخو عبد الملك بن مروان، لما ولي أمرة العراق لأخيه، لاحظ امتدحه الفرزدق والأخطل، والجميع تستدل على الاستواء على العرش بأنه الاستيلاء ببيت الأخطل، فيما يمدح به بشر بن مروان، يعني لما ولاه على العراق واستولى عليها، لاحظ قد استقال هذا، يعني الأخطل مدح بشر ابن عبد الملك، بشر ابن مروان، لأنه لاحظ بشر ابن مروان استوى بشرون، يعني بشر ابن مروان اللي هو أخو عبد الملك بن مروان، وولي لأخيه، أو ولي أمرأة العراق، أمرة العراقيين، يعني صار أميرا عليهم. يعني شوف بيجيب لك الاسم الممدوح هنا، هذا بشر، وإيش ومن هو، وأخو عبد الملك، وكيف ولمن وأين كان واليا، لاحظ ماذا كان يعمل، لاحظ ولي أمرأة العراق، وأن كان سمحا جوادا، ويقول لك مدحه الأخطر بهذا، لاحظ قد استوى بشر العراقي من غير سيف ودم محراقي. الوهابي بتفرح بكلام كثيرون، وليس به دليل، فإن هذا استدلال باطل من وجوه كثيرة، وكان الأخطر نصرانيا. طبعا هذه الوجوه الكثيرة اللي ذكرها اللي هو شيخ ابن كثير، اللي هو ابن تيمية، يعني هنا في هذه المسألة عول على ما ذكره ابن تيمية. وأصلا يعني هذا لا مما لا يفرح به، لأنه أصلا تأويل استوى باستولى أصلا هذا ينكره بعض الأشاعر، يعني هذا لا يطعن أنه بأن ابن كثير أصلا أشعري هو. نعم، وكما في القصة الشهيرة قال له ابن القيم تكرهني أني أشعري، وإن رد هذا ابن شمس سنجعل المجلس عليها. فلا يطعن بأنه قضيت أنه، لأنه هو بعض الأشاعر أيضا ردوه، وأنا بيّنت لماذا ردوه، مش ردوه لأنه ردوه لقضيت حتى لا تحله الحوادث، انه لم يكن مستولا ثم صار استولى. اذا انت بتقول لم يكن جالس ثم جلس، او لم يكن عاليا ثم علا حسيا، تقع فيما انكره حتى من اول تاويل، انكر تاويل استوى باستولى من الاشاعره يعني. لكن هذا ليس محل الشاهد، محل الشاهد هون انه شوف انه بيقول لك ما حدا رواه، هذا ليس معروفا قائله. طيب هذا سيبويه في كتاب سيبويه فيه 50 بيتا مجهولة لا يعرف قائلها، لاحظ بيقول لو صح ما قاله لسقط الاحتجاج بخمسين بيتا، لأنه في هذا البيت هذا بيذكره هنا في خزانة الأدب الإمام عبد القادر البغدادي، بيقول لك أنه ابن هشام قالوا، لاحظ يذكر أنه بعضهم طعن في هذا البيت، هذا البيت اللي هون، يعني أنه مجهول لم ينسب شرح إلى أحد، فسقط الاحتجاج به، ولو صح ما قاله لا سقط الاحتجاج بخمسين بيتا من كتاب سيبويه، لأنه لا يعرف لها قائل. أكثر من ذلك، لاحظ هون هن كل الوهابي أنفسهم، لاحظ بيحتجوا ببيت، لاحظ وقد حلق النجم اليماني فاستوى، كثير من الوهابي، لاحظ هذا مثلا الغنيمان في شرح كتاب التوحيد، لاحظ لحظة طيب، لاحظ كثير منهم بيحتجوا انه استوى هنا لا يجوز ان يكون، وقد حلق مش خلق، وقد حلق النجم اليماني فاستوى، انه لا يجوز ان يتأول هنا انه استولى، بل معناه على هنا. ايه لاحظ كثير من الوهابي، لاحظ هذا مثلا، هذا كتاب التحفة المهدية شرح العقيدة التدمورية، هذا مثلا هنا، لكن لاحظ انا بدي اكتب الوهابي، لاحظ شو بقى يعني الآن، من قائل هذا الكتاب، من قائل هذا البيت من الشعر لا يعرف له، لاحظ لم نهتدي، لاحظ هذول محققو كتاب العين قالوا هذا إبراهيم السمرائي، لم نهتدي إلى القائل هذا، قد حلق النجم اليماني فاستوى، أنا خصصت حلقة على هذه، لاحظ أصلا أني كل الذين أوردوه قالوا قال الشاعر، مين هذا الشاعر الذي قال مش معروفة، هي نسبت إلى امرئ القيس في قصيدة قالها اللي هي أولها فإن يكن
شيبي قد علاني وفاتني شبابي وأضحى باطلا القول قد صح. لاحظ بيقول لك هذه تنسب قصيدة منسوبة إلى 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 امرئ القيس، وفيها فعلا ورد أنه هذا البيت. لاحظ هنا وفقط هذا، يعني أنا عملت عليها حلقة هذه. لاحظ بيقول لك هذه، لاحظ فإن يكن شيبي قد علاني، هذه ورد فيها نعم أنه وقد حلق النجم اليماني فاستوى، هذا من ديوان امرؤ القيس بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. لكن هذا أصلا هذه قصيدة منسوبة لامرؤ القيس، جمعت لأنه امرؤ القيس ما كتب ديوان اسمه، هي جمعت قصائده ووضعت في كتاب. لكن هل كلها ثابتة؟ لا، بيقول لك هذه قصيدة منسوبة لامرؤ القيس، أو مثل مثلا اللي هي المعلقة تبعه. هذا قفا نبكي، لاحظتم مثلا هلا هون انا دورت هون بهذا شرح ديوان امرؤ القيس من قافيه الهمزي الى قافيه الياء، ليس موجوده هذه قد حلق النجم اليماني، ولا موجود القصيده اصلا كلها. المهم هنا الشاهد وين؟ الشاهد انه هني نفسهم العمال ينكروا انه استولى، انه هذا البيت ليس معروفا قائله، هو نفسه عم يحتج بانه تاويل استوى باستولى باطل بدليل هذا البيت وقد حلق النجم اليماني فاستوى. يقول لك ولا هذا لا يجوز ان يتاول في احد استوى، لان النجم لا يستولي، انه لا يجوز ان تقول استوى بمعنى استولى لان النجم لا يستولي، ان مقصودي على يعني. لاحظتم ليش انتم تقولون ان الله حلق وعلى فوق العرش، يعني كان تحت ثم صار فوق، انت اصلا تقول ما لم يزل عاليا، او تقول العلو صفه ذاتيه، وأنا عملت عليها حلقة للتهافتهم بين قضية بيقول لك هذا الاستواء صفة سمعية والعلو صفة ذاتية وكلام بقى، وأنه استوى يعني على لكن لم يزل عاليا. طيب هذا مثل لما بيقول استوى استولى ولم يزل مستوليا، يعني نفس الاعتراض أنت يعترض عليك كما تعترض على شاعر. شوف هاي واحد بيقول لك أنه لم نعثر على له على لم نهتي له لقائل، وهي اثنين شوف أنا حيطت سهم. طيب هلأ سنعيد بقى، عم بوقت مشان ما يسرقني الوقت، يعني مشان التزم لل 15 دقيقة. يعني لاحظ هون كلهم بيقولوا مثلا القرطبي لك قال شاعر، يعني هذا استوى بشعر العراقي مثلا، شوف القرطبي بيقول لك قال الشاعر وقد حلق النجم استوى النجم اليماني فاستوى، بيقول لك قال الشاعر قد استوى بشعر العراقي. الوهابي شوف الانتقائي بيجوا لهون بيقولوا للقرطبي هذا البيت باطل وكذا واستوى بشعر العراقي، لا يعلم له قائل. وهون ما بيسكتوا ما بيقولوا شيء، بالعكس انهم يحتجوا بهذا البيت قد حلق النجم اليماني فاستوى، حتى يقول لك النجم لا يستولي، اذا هو استوى بمعنى ارتفع، اي ارتفع وعلى. طب هذا كمان لا يعرف له قائل؟ لا، هذا لانه هون نحتاجه لحتى نبطل كلام الاشاعره او بعض الاشاعره استوى استولى. شفتم على الانتقائي؟ المهم لاحظ، وهذا هون شو ايش بيقول لك؟ هذا هون بيقول لك ايضا لاحظ هون تهذيب سنة أبي داود، حسب لك هذا قد حلق النجم اليماني فاستوى البيت بلا نسبة، في تهذيب اللغة وفي اللسان وكلهم طبعا، وهذه باللسان كل أنا هذا تهذيب اللغة بيقول لك قال الشاعر. لاحظ الأزهري هون التهذيب اللغة أيضا بيقول لك قال الشاعر. لاحظ هون الصاغاني أيضا بيقول لك قال فلان. لاحظ وهنا في كتاب هذه أتينا عليها مثلا لباب لابن عادي الحنبلي بيقول لك وقال الشاعر استوى هذا قضية أنه قد حلق النجم اليماني فاستوى، قال ومنه قال الشاعر هذا في تاج العروس. لاحظ ومنه قوله لاحظ قد حلق النجم في تاج العروس الزبيدي، ما في قال مين صاحب هذا القول، هذا الشوكاني، ومنه قول الشاعر استوى بشرع العراقي. لاحظ ومنه مثله قول حلق النجم اليماني فاستوى، يعني ما انت هون ما عم تعمل مشكله، هون استوى انه على، ما عم تقول انه اين هذا القائل قائل هذا البيت وقد حلق النجم اليماني فاستوى، هذا لا يعرف له قائل ونسب لامرؤ القيس وليس موجودا في نسخي او في بعض نسخي، ما عم تعمل مشكله، انت عم تعمل مشكله بس هون قد استوى بشرع العراقي. ليش؟ لانه هذا مش قضيه بقى خلاص الوقت. طيب هذه دقيقه، هلا احنا قديش اخذنا 14 دقيقة. طيب لاحظتم هذه وكل هاي الدرر السنية، لاحظ بيقول لك والبيت معرض بقول الشاعر وقد حلق النجم اليماني فاستوى، لاحظ والنجم لا يستولي، كل العمال بيحتجوا بهذا البيت مع انه ليس له قائل. لاحظتم ولاحظ فقط واحد، هذا واحد هون وهابي، لاحظ انه قال وقال امرؤ القيس في ديواني النادكن اللي هي النسخة اللي حققها هذا ابو الفضل ابراهيم، وهي اصلا اللي هي هاي وقلنا لكم انه هاي هذه من قصيده تنسب الى امرؤ القيس، اولها ان يكو شيبي قد علاني. لاحظ
بيقول لك هذه إن يكن شيء، هذه من القصائد المنسوبة لامرئ القيس. فلاحظوا هاي هون تتمت الإيش الكلام هنا عن هذا البيت، وأنا عملت عليه حلقات في الواقع هذا، حلقات عن هذا الأمر. هو أنه هذه أصلا في كثير من الشواهد أصلا تنسب إلى امرئ القيس، ويقول لك لم أجد الشاهد في ديوان امرئ القيس. لاحظ هذا في كتاب الأفعال، لاحظ هذا. وبهذا نقول قد انتهينا، لاحظ ما بدنا نرجع نكمل. لاحظ أنه أنشدوا قول امرئ القيس، وهذا هون بيقول لك أعددت كذا، بيقول لك البيت غير منسوب أصلا. يعني لا حتى لو نسب إلى امرئ القيس مثلا هذا وقد حلق النجم اليماني فاستوى، حتى لو نسب ما هو أحيانا ينسب. لاحظ مثلا مثل هون مثلا في التفسير البسيط يقولون وأنشد امرئ القيس كذا وكذا، أعددت للحرب صارما ذكر لحظة، مع ذلك بيقول لك لا البيت غير منسوب في كتب اللغة وكتب كتاب التهذيب واللسان وكذا وإلى آخره. وهنا أيضا وليس في ديوان امرئ القيس، هذا هون رقم 6. لاحظ يعني هون محل الشاهد انه ما في البيت. لاحظ وقال امرؤ القيس فاتبعتهم طرفي وكذا، ايضا الى قال امرؤ القيس، هذا في تاويل مشكل القران لابن قتيبه، مع انه يقول لك ليس في ديوان امرؤ القيس. طيب نكتفي بهذا القدر، هذا فقط ردا على الحمايدي اللي يقول لك هذا ليس في ديوان امرؤ القيس. اسمعكم اياه انت. ودين الاخطل صاحب البيت الذي اصلا هو ان صح استوى بشرا على العراقي، وايضا ان الكلام له في الفؤاد كمان نفس القصه بيعملوا عليها، إنما الكلام لا بالفؤاد وإنما جعل الكلام على اللسان دليلا لا حسن. هذا كمان نفس الشيء، وهو لا يروى في ديوانه، يعني كلاهم يقولون ما ثبت يعني وهابي. طيب ديوانه ولا يرويه أصحاب رواية أبيات الأعراب ولا رواة الشعر ولا أصحاب الاختيارات والمختارات عنده صحيح هذا بهذا القدر كفاية الحمد لله.